Jesus Christus is the living habit philosopher. Niemand heeft een groter liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Christus voor ons gestorven in het kruis, dus hij droeg de straf van de dood in plaats van ons. Want het loon van de zonde is de dood en heeft ons gered, zoals zijn Petrus zegt, zoals dus door één overtreding. الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم Yeah.
عقيدة كنيستنا القبطية احنا بنؤمن بتكريم رفات القديسين، وده نابع من إيمان الكنيسة بتقديس المادة. المادة مقدسة من ساعة ربنا يسوع المسيح نفسه للمجد لما تجسد من العذراء القديسة مريم. فبارك لنا الأجساد وبارك لنا الحياة، والكنيسة بتقدس أجسادنا بسر المعمودية، بسر التناول، بسر مسحة المرضى، بقراءة الكتاب المقدس، بالأصوام، بالمطانيات، بالحياة الروحية. فنحن نؤمن بالشركة القوية بين الجسد والروح، وإن أجسادنا مقدسة. وحتى بعد الانتقال من هذه الحياة بتؤمن الكنيسة أن أجساد القديسين بيبقى فيها قوة ويبقى فيها بركة، وبعض هذه الأجساد بتصدر منها عجائب كثيرة جدا ومعجزات تفوق الإدراك والعقل، وبعضها مثلا بيخرج منها رائحة طيبة زكية جدا جميلة تعبر عن قداسة هذا الإنسان المنتقل. وعشان كده احنا دايما نعيد للأباء القديسين في الكنيسة ونحتفل برفاتهم المقدسة. النهاردة احتفلنا بعيد القديسة نياحة القديسة فيرينا، وضعنا الأطياب والحنوط على جسدها وتباركنا منها وطلبنا صلواتها وشفاعتها، وبتبقى بركة في التعليم أيضا، يعني بيبقى فرصة أن أولادنا يتعلموا عن حياة نموذج صالح وطيب من أولاد الله قديسة فيرينا، قديسة عظيمة ليها جهاد وعمل إنساني عظيم جدا، وعلمت العالم زمان في العصور الأولى في القرن الرابع القواعد الصحة العامة والنظافة، ويرسموها دايما ماسكة إدرة مية رمز للنظافة والتطهير، ومشط في إيديها لأنها كانت بتهتم برعاية البنات. كل سنة وانتم طيبين. نشكر ربنا، النهاردة كان يوم جميل جدا، يوم مفرح، كان عيد القديسة فيرينا. بدأنا اليوم بالقداس الإلهي، وشرفنا في وجود القداس نيافة الأنبا أرساني، وبعد القداس على طول طيبنا جسد القديسة فيرينا، خدنا بركة كبيرة، وكمان بعد تطيب الجسد عملنا تمجيد حلو للقديسة فيرينا، وبعدها قعدنا مع مجموعة الشباب ومجموعة كل الشعب، كانوا سيدنا بيتلقى الأسئلة بتاعتهم بيجاوب عليها. نشكر ربنا، كان يوم جميل جدا ويوم مفرح جدا جدا. دي سفيرينا دي شفاعتنا، وصحتنا انا حاسس ان هي واقفه معانا، واخدنا بركه كويسه جدا النهارده باولادي، وهي بامانه انا حاسس ان هي واقفه معانا، لان في برضه حاجه في البيت معانا واقفه مع مراتي بالذات، ونشكر ربنا يعني على المحبه دي. وكان يوم كان جميل وسيدنا كان موجود، ونشكر ربنا. طبعا احنا مبسوطين النهارده ان كانت اول مره في كنيستنا ان طيب جسد القديسة فيرينا، كنيسة جديدة، فرحنا واتبسطنا وبوجود سيدنا، دايما بيفرحنا وبيكون معانا وبيسعدنا بوجوده، وبيهتم بالشباب الصغنن والشابات والخدمة، طبعا حاجة ممتازة. ونشكر سيدنا كتير، وكل سنة وانتم طيبين، وميرسي لكم. احنا النهاردة فرحانين قوي، احنا اتبسطنا كتير النهاردة، عملنا قداس بعدين دفنا القديسة فيرينا. عايزين نشكر نيافة أنبا أرساني على اليوم الجميل ده. النهاردة صلينا القداس في كنيسة العذراء والقديسة فيرينا، أخدنا بركة رفات القديسة فيرينا وزفناها، وكان يوم حلو. النهاردة كان يوم جميل قوي قوي قوي، خدنا بركة كبيرة من القديسة فيرينا وشفيعة كنيستنا، كان يوم حلو قوي ببركة شفاعتها وبركة نيافة سيدنا الأنبا أرساني وكاهن كنيستنا الجميل أبونا شنودة. حقيقي كان يوم رائع 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 حقيقي بجد. هي بيتي، هي أمي، هي سر فرحتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي، هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. النهاردة عملنا لعيد القديسة فيرينا مسرحية جميلة قوي. كل سنة وانت طيبة يا قديسة فيرينا.